بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، إلهي سبحانه وتعالى أي أسقناتي محضمان تيدا نعموين كي سفرها بضان أن لسو كوبي كرين. إلهي وحولي هاي وما بكم من نعمة فمن الله. نعم والبعض حيستان، خير والبعض حيستان، فإذ والبعض حيستان إلهي أكتسي كأحاتي إلهي أسيقى الدومي سؤهي بيو أسيقى السيو. وإن تعدوا نعمة الله لا تحسوها. إلهي نعموين كي سفرها بضان قلذيه سفرها بضان قيمها بضان سفري ونغسيي حدان اسكدين إنان كوبنو إنان تيرنو إنان حسابنو ما أبودنو. إلهي نعمدي سوحا كمد فرصد وحبرشا إن إلهي سبحانه وتعالى قفل بأكود ديقي فرصد وحبرشا إن إلهي سبحانه وتعالى قفل بأكود ديقي وحأكود برانكارا وحاكسي نعمة بذن إنان هدنا كفايدي سنو قف والبمان تحما برتو قف والبن وقت محايو قف والبن وحما برانين، لكن وحا نعمة إلهي سبحانه وتعالى فرصد إنو نسيو وحبرشن هدنا نقو فايدي سنو. رنتي آدي أن أغفر أحسن حي إن أن هرت وجياشين أركو سكول كان دبعا نحن فلا يا إنو بودي يا حي سوما سكول كما كيسا هاي سكول غارسة هاي سكول مامولها مديركا مربيكا آبها أستاذ محمود إلهي سبحانه وتعالى حيفذيو إلهي سبحانه وتعالى عمره سحبره كيو إلهي سبحانه وتعالى عقله سيحوقه الله أبركيو إلهي سبحانه وتعالى حفظه أسيقي عرورتي سأولادي سريركي سبع هنتي وجهد ودذال وسجد أباحن وقت أباحن نفر بدن أباحن فكر بدن أباحن إن معمول الله نقضى له جاميع وحلا براء دلنا يرى أما عرور أما الدعاء هذا سو كيس وأنت عليك كل أنا ولي معنا لكن بني وصو مري وأنا قصو نولا، لكن ترى أما عدد أنت عليك ولي معنا سو لكن ما شاء الله هرت الله إذن بركي وأتوكتهن عرور تسكت بدن تسمع بلان يرد ويقلب بذنهين إن ير سدح لبا أفر حل آد شيء تربية ديس كورقب كيس إلالين تيس حفظين تيس وحبرتان كيس آد بقلب بذن يسوما بل كورم تردان قفكي هايو كورقو 1500 كون الشام بقولو أردي باليغو شيغي هديسان كبادنينب marka waxay u baahan tahay fikir iyo sujeed iyo waqti ay u baahan tahay ilaalintina waxbarashadii waxbarashadiina caafimaadkiina qof walba siduu yahay in wax lagu baro dadka isku wada mid maahan isku faham maahan isku dhaqan maahan isku tarbiyad maahan isku dabeecad maahan intaan arday qofkii haayo horta duco ayuu mudan yahay in loo duceeyo
نبينا عليه الصلاة والسلام حولي هاي حديث كان حفظية هائلومنا نبي حولي هاي من صنع إليكم معروفا فكافئوه قفكي ولاك إذن قالوا إحسان إذن قالوا سمفال إذن سمييو وأوال قد قفكي ولاك إذن سمييو وأوال قد وأوال مرتس السيا وناك دو إذن سمييو نبي حوير حديدن وأوال قدينين أو حقي سيدن سينينين أو إذن قدون سينينين بل أدعايا أدعايا دعا هذا وح أطرت مركب حال دون يا قفل بو قلب هذا كوها يسوع قفكي وناكو قلي إن أدوأوال جدد حدي هذا أدوأوال جدينين إن أدعيس إلهي إنه مر في أنجيو إلهي إنه كاك فارق هذا دعا هذا هو مهم مدة سالي لوبين مركب أنا قرطن أرديبا وضن هاي ما مله وانو ودعيننا يا إلهي عمرك سأبرك إلهي سبحانه وتعالى الدون كان هكو أول مريو ما لنك آخرنا الله كو أول مريو آمين لها انت اسكتب نبينا عليه الصلاة والسلام وحنوط المامي وحولي حي شندر دارنا يونسيي وآد وقيم بضن قفك اسكال ميو أي لم التحي نولشي سدن إنو ترتري قفكي كفا إذا استنا وأسجن إس أنفعايو أمد كلن وأنفعايو آخر ذي سنة وها جاجيسو ونقنايو قف هرمودا أمدا واحد ترى أسجن واحد سطارة شن تندر دارن قبت لما يراتهين ولو يرتهين وقت أيات هاي ستان شن تان أرمود كفا إذا است وحالقي يا وشن تين كسو وضمران وحالقي يا وقار كم دين كسو مران وحالقي يا وقار كم دين حد آت هيست تجانت آت كه هيسو وحالقي يا وقار كم دين كسو مر دونان أو كسو صعدان شن تان قبسو شن تان هدات كفا إذا ستو نلاش ميل بس صارتي هدي كا خساران نلاش الوضع بيسي نبينا عليه الصلاة والسلام حولي هاي اغتنم خمسا قبل خمسين شن كفا إذي سو انت شن شنكو إيمانين شن نعمو شن قلت شن وناك إلهي وكسين دونو مسلمو كفا إذي سو انت شن كلكو إيمان أو كاقادي دونتو ويو إلهي السنة ذي سو حاكم دا أدونك هدو شيء أوسيو إنو كفا إذي سو هدو كفا إذي سو واي والغ وريجيا وقتك قاتو وتلك الأيام نداولها بين الناس مرول بفرصت إن عموين كقفك الدائم ومحي سناي ما أنت أذيك الغسينة يا وعلاقا قاضة يا حداد كفا إذي سنويس إيو حداد كفا إذي ستيب حدان قفك الغوري جنايا قفك وكفا إذي سنايا أمو ضيعايا حدان قفك راهيستو فرصت إيو نعموين كدائم مع هذان إلهي السنة دي سي وحي كم التهاي إن قفكو فرصد أوسيو حدوك فايديسين وايانا لغا قاضو نبيك مركو حولي هاي شن كفا إيديسو انتي شن كالكو إيمانو كا قاضي دون وحونا هاي شبابك قبل هرمك وحاد كفا إيديستا مسلمو لنا يرنا مضاضة انتي سن انتو سن قبو كو إيمان دعي كو إيمان لنا يرنا مضاضة إلهي خلقي سي أدومي دي سمركو أبورا هاي سدح مرحلة أي مران مرنا قفكو ويري هاي سومان حوبا هي حنانين كورقب ناس لسيو مركو عنوك سنو رشتو إلا او كاقان قارا وحوبا هي إن لكل كولية لحايو لقا ورقبو إلهي حكمتي سي قفكو مركو رش اسكمو ورقبو سومان عنوك ير مركو سنو رشتو اسكمو ورقبو لكن يؤسو ديري هاي فهمي كرتو adigu aadan hadli karin wax aadan sheegin karin oo meel laga hay aadan ka hadli karin dhaqtar aadan u sheegin karin laakiin qofka dhaqtarku ku ah oo ku fahmaayo oo ku damqanaayo yu yahay waa hooyo marka aad yar tahay waxa lagu siiyay hooyo lagu siiyay ku barbaariso oo ku xanaaniso oo ka warqabto oo xanuunkaada sheeg adigu yar laga yaabo inaad xanuunsato dhaqtar lagu geeyo ma hadli kartid laakiin yaa ku sheegay hooyo waxay leedahay cunugii halkaas laga haya ayaa u sheegay
ilaahay ayaa ku abuuray dareenkaas markaad yar tahay ilaahay ayaa hooyo ku soo diray waa marxalo aad yar tahay allah alladhi khalaqakum min dha'f adoo taag daran maskiin waxba aadan qabsan karin banaanka hadii lagu tuuro xitaa aadan soo laaban karin ilaahay subhanahu wa ta'ala haddana wuxuu siiyay adoomadiisa marxalo kale oo abood ah الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ودلن يرنمضة وشباب نمضة قفك مركو دا يري حي دلن ير او يري او يحي وحولي حي فإذوين فربضا كو أود بولي يا سوما لابا وقت نوها يا سوما سدح أخلقي سوى الشاب أو مدارو وحوال بو قبسن كرا intuu yar yahay marka wax badan buu qabsan karaa qofka qof walba wax bartay madaxweyne noqday wasiir noqday khair noqday wanaag noqday muxuu ka faa'iideystay intuu yar yahay oo dhalinyar uu yahay markuu yaraa waxba lama fahansiin karin markuu da' noqdana waxba lama fahansiin karo laana aqligan uu isguraya gadaal u noqonaya laakiin goormo ka faa'iideystay waa intuu dhalinyar uu ahaa sidaan oo kale shabaabnimo uu soo maray waqtin uu haystay marka nabigu wuxuu leeyahay ka faa'iideyso shabaabnimadaada dhalinyarnimadaada intaadan da' gaarin mar haddaa da' gaarto waxaa laga yaabaa inaadan helin fursad fara badan nabiyullaahi zakariya wuxuu leeyahay qaala rabbi innii wahana alcadmu minnii washtacala alra'su shayba walam akun biduaa'ika rabbi shaqiya nabiyullaahi zakariya waa nabi ilaahay doortay ilaahay soo diray oo ummadda loo soo diray markuu da' gaaray oo qof gabow ah uu noqday wuxuu dhahay qaala rabbi innii wahana alcadmu ilaahay oo lafahayga way dabceen way jilceen lafahan sida may xoog badnaanayaan waa maya quwadan see may kugu jiraysaa waa maya orodkan waxqabadkan dhaqsigan ma lahaanayo soo ma arkin qof aad u qurux badnaa oo xaafadda laga yaqaanay oo hadda gabow gaaray oo isu imaaday oo asa dhan ulku tukaba saddex lugood oo baxsan soo maarkin oo maanta u baahan yahayaa hal daqiiq xitaa awoodda dhalinyaramada yaa ku soo celiyey oo hal mar dhaysiyey layta shabaabu yacuudu yowman fa akhbarahu bima facala almashiib nin baa wuxuu dhahay layta ar dhalinyarnimada ma ii soo noqoto hal mar le ma xoogii awooddii la isiiyo saan ugu sheego da'da waxay samaynaysa da'da gabowga waraysta dadka da'da ah dadka duqeyda ah dadka awowyaasha ay waraysta awow xaalkaas sidoo ahaan jira dhaha waqtiba ilaahay soo siiyey dhalinyarnimo laakiin ilaahay wuu ka qaaday dhalinyarnimadii da'a loo keenay qofkala la siiso ma taagnaanaysa maanta adiga dhalinyaro ah maxaad noqon doontaa qof da' ah mudiirka sheekh maxamuud ilaahay ha barakeeyo shalay wuxuu ahaa idinka oo kale soo ma fursad uu haystay waqti ayuu haystay nin dhalinyaro ahaa shabaab uu ahaa wuu ka soo faa'iideystay maanta idinkoo idin faa'iideynaya hadduusan shalay soo faa'iideysan laheen oo magaalo iska gali lahaa ama meelaha istaa uu ku dhammayn lahaa fadhikadiri uu ku dhammayn lahaa oo waxba uusan baran laheen intaan oo khalqi ama anfici lahaa maya ma anfici lahayn kalla qofaan soo faa'iideysanin waxba ma faa'iideeyo qofku waa inuu asiga kowda faa'iideystaa cilmu dunya waalaakhira cilmiga adduunyada ama cilmu alaakhira waa inuu qofka asiga faa'iideystaa sheekh maxamuud waqtigiis uu ka faa'iideystay haddana idinkoo idin faa'iideynaya oo idin taagan yahay oo idin maamulaya oo maantana uu fikiraya caruurtiis oo kale uu idin tarbiyeynaya soo ma marka nebigu wuxuu leeyahay dhalinyarnimada ka faa'iideyso intaysan gabow iyo da' kugu gaarin midda koowaad maxaa waaye dhalinyarnimada tan labaad nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay waxaad ka faa'iideysataa firaaqika qabla shuqlik fursadda ilaahay ku siiyey ka faa'iideyso fursadaha ilaahay ummadiisa ugu deeqo khalqiga way fara badan tahay fursadda waxaa ka mid ah ilaahay ku siinaa waqtigan qiimaha badan qofka soo ma ogeediin waqtigan socdo saacadda aan xisaabinayno hal saac labo saac saddex saac aan leenahay waa cumrigaaga soo ma ogeed
saacadan gacanta ku hayso oo socoto waxay ku xisaabaysaa ama ay jareysaa waqtigaaga. Haddii uu kaaga dhibnaa waqtigaaga intaasoo sano, maalin walba haddii hal sano laga hal maalin laga saara, soo ma yaraanay? Wuu isdaba gurayaa. Saaxiib wuxuu dhihi jiray saxaabiga Xasan al-Basri, yaa ibnu aadam innamaa anta ayyaam, ibnu aadamow amrigaaga dhan waa maalmo isku keenay. 50 sano jiraa, 40 sano, 20 sano, 60 sano, 80 sano, laakiin waa maalmo isku keenay, soo ma? Innamaa anta ayyaam, maalmaa tahay. Idaa dhahaba yowmuk, hal maalin hadday kaa tagto, dhahaba bacduka, cimrigaaga qaar ka mid uu baxay. Cimrigaaga qaar ka mid ah wuu tagay. Hadda waxaa laga yaabaa inaad tihiin secondary aad ku jirtaan, primary aad ku jirtaan, sanadka dambe aad filinaysaan galaas kale inaad gaartaan, soo ma? Laakiin maxaad sii tagaayo? Fursadii way tagtay, cumrigii wax yar baa tagay, waqtigii qaar baa dhaqaaqay, horaad usii socotaa, geerida usii dhowaanaysaa, waqtigii laga faa'iidaysan lahaa ama waqtiga cimriga aad dayacle usii dhowdahay. Mar walba marka waqtigu isgurayaa gadaal u socdaa. Laakiin anaga ma dareemayn, waxaa leenahay markaan hore usii socono inaan waqti kale sii gaari doono, yada diilidaan ugu badan. Marka nabigu wuxuu leeyahay fursada ka faa'iidayso ee waqtiga intuusan kugu imaanin xilla mashquul aad noqonays, mashquul adduunkan, mar walba cimrigaada kore u baxa oo aad hore usii socoto waa mar walba mashquul uu kugu bilaabanayo, waa mar walba oo mashquul uu kugu bilaabanayo. Heer waxaad gaari doontaa hadda dhalinyaraad tihiin, waqtiaad haysataan, waxbaad baran kartaan, beri haddaad guursato oo aad weynaato, caruur ay kuu dhashaan, adiga ma wax isbaraa mise caruurta waxaad baraysaa? Adiga ma iska warqaba mise caruurtaad ilaalinaysaa? Soomaa, maamulaha shalay wuxuu ahaa qof asiga laga warqaba, soomaa, isagaa la ilaalin jiray, waxbaa laga bixin jiray, iskuulkaa la geyn jiray, waqtigiisa la ilaalin jiray. Laakiin maanta inuu hadda waxbarasho ku laabto ma siinaysaa? Idinku waxa idin baraya. Adiga maanta haddaad ka faa'iidaysato, berri ummadda kaleaad waxbaraysaa. Fursadan hadda Ilaahay uu ku siiyey, firaaqada aad haysato hadda ka faa'iidayso, si berri horumad aad u gaarto, naftaada aad u anfacdo. Marka nabigu wuxuu leeyahay waqtigaaga ka faa'iidayso intaysan kuu imaan ama uusan kuu imaanin mashquul intuusan kuu imaanin. Nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu dhahay nicmataani, laba nicmo, laba gallad barwaaqo Ilaahay ummadan ugu deeqay, maqbuunun fiihima kathiiru min annaas, intooda badan kama faa'iidaystaan, asixatu walfaraaqa, caafimaadka iyo waqtiga wax loo dhiga ma lahan. Walidaalika ahlu naarka walciyaadu billaah, markii naarta la geeyo ayagoo qaylinahayo dhabaaqaayo ay leeyihin, ilaahay oo meeshaa naga saar, ilaahay oo waqti nisi. Wahum yastarikhuuna fiiha rabbanaa akhrijnaa nacmal saalixan gayra aladii kunnaa nacmal, waxay leeyihiin ilaahay oo naarta naga saar oo halkaa naga kaxay, camal wanaagsan, camalkii aan soo shaqayn jirnay xumaanta ahaa waan iska bedelaynaa, mid kale ayaan qabanaynaa. Ilaahay muxuu ugu jawaabay? Awalam nucamirkum maa yatadakaru fiihi man tadakara wajaakum nadiir. Ilaahay wuxuu leeyahay war miyaadan idin cumri siinin, waqti idin siinin, fursad idin siinin, fursadaasoo lagu waana qaato oo qofku ku waana qaato oo naftiisa u canaanto u ka faa'iidaysto? Waa goorma? Waa dhalinyarnimadii oo Ilaahay qofkan uu siiyey. Waman nucamirhu nunakisu fi lkhalqi afalaa yaqiluun, qofkii Ilaahay cumri siiyo, waqti siiyo, da' siiyo, fursad siiyo, cumrigaa gadaal loogu celiyaa. Shalay haddaad ahayd qof yar waxba aan fahmaynin, qofka markuu da' noqdan wuxuu noqdaa qofa waxba fahmaynin, waxba looma sheegi karo. Markuu hadduu da' noqdo, inta wax loo sheegi karo waa intuu dhalinyaro uu yahay. Marka waqtiga aad haysato ka faa'iidayso intaysan kugu imaanin mashquul. Midda koowaad waxay ahayd dhalinyarnimadaada intaadan da' gaarin. Tan labaad
وقتك إلهي كسيي أنت هذا المشغول المسؤولين إيسان كفورين مدى سدحاته حيتحي كفا إيدي سو نولوش هذا غير هذا كهر أنت هذا غيريونين أمريكا قد نموه أنت هذا غيريونين كفا إيدي سو قفل بمن ولان دون سوما كل نفس ذائقة الموت قفل بمالنا غير إيمان إيسا لكن قفك مسلم كا رجد أقوين أوليه محيط هاي إن إلهي سبحانه وتعالى جنه أقوية أدوك إنه ليبانه آخرنا إنه ليبانه مركا نولوشان إلهي كسي إنت نوشا هاي حق إلهي كقولها إلوين مركا كوات حق إلهي كقولها ها إلوين إناد عبادي ستو إلهي إناد عابدو قرآن إناد أخرسو صلاةها إناد كد داشان صونك إناد كد داشان بر الوالدين أتكد ذا شان عملك وناكس إنا شقيستان أو آخرين وحق شقيستان ها إلوبنا كان لباد أما قفك لباد والد كين يالي إلوبين والد كين إذن صبر باريي وقت إذن قليي حال كان إذن كيني أو إذن كبر قبو ها إلوبنا ما أنت هدي والد كذا بارها أدور نقطو بري أذين عرورت هذا بارها كون نقوناي أذين بري مدوني سعرورت إنا كوا فليان إن أدوح برش العق أي بعد بحسو أي كفى إذا سو ويان إن أدوح والوقت أدوحرت لكن أكو أرك قف كان إن أدوقت كله منيس إن أكو أرك مربته ما هي مدونيس قف والبحورة با عرورتيس إن أي كبر قبان إن أي حفظيان وعقل محلج الروح أي كم مقلان وركيس أي مقلان وحبرتان دذالان قف والبصاص ربا أذيك ما أنت سيد أدوالد كذا وأن قتيد أيو بري عرورة يكون قنايان الجزاء من جنس العمل هل جزاء الإحسان إلا الإحسان وناجى آد سميسو إلهي سبحانه وتعالى هدو وناجى سوكسينا يا وناجى آد حد سميسو هدو إلهي وناجى سوكسينا يا ووالدك آد أسميسو حدي والدك وناجى آد أسمينين أذيقنا عرورة وناجى ومسمينا يا قفك اللبات والدكين وناجى أسمي أو كبر قبر أو أدل قاتة أو وركو ذا مقلة أدك رارعية حتى دنتين أيا كتشرتو ما أنت والدك هدات لغيستو بري عرورتا دا كت لغيستاناي مداس كفكر أنا بري وحاد دون عرورتين إلي غيستان إغا ورقبان إحب ديان ما أنت والدكين كورقبو قفك اللوات إذن كحيقو آل دون إناد أصا مفشان ومعلنكين وحي إذن بري معلنكين إذن تربيين آي معلنكين وقت إذن هرايو معلنكين إذن كورقوا إلالية أو حفظية أو احترام صابت بحي تحي قفك حدادا احتراما أسيقا وحو كبرايو فإذا ملحن فإذا كو مكينيسو صابت شيء مركو قالي يحي وحالك قاتا قف قالي أصمع حد وحان وضن قانا قفك ليت محان لحنا جغرايا سوما لها صح؟ جغرايا لحنا سوما حدو كيولا هذا كوران جغرايا حدو كوي ماذا اوح او كوشي محان او جوابنا جغرايا نحولي يا سوما حتى حدو كوي راضه وح فائده بضان خير بضان حدو كوشي حتى اذيقو وح اذن اقون وحيرا نو كفهان سيو حاليه ده جغرايا نحولي يا حي امو حاليه ده جغرايا نحول حي سمعان شيء او كسيي وحالك يبقى انه شيء فائد بضان او يحي لكن انه قيمي سو شيء اسمحا كودي داي قفك كاقاذني سو احترام امهي سو سمعان احترام امهي سيد مركا معالنك وحال دونا يا مركا معالنك كرقينو آن احترامنو آن قدرنو وحو نبرايو توسينو قلايان الهي ونقو عنفعايا الهي وحو لي واتقوا الله ويعلمكم الله إلهي كعبسدة إلهي وحبو إذن برايا عبسدة إلهي وحاكمة معلنك إنا احترامته بل وحاكمة إلهي وينين كيسة قفك داء داء أو كاورق ووالد إناد إلاليسو إن من إجلال الله نبي حوليه إلهي وينين كيسة عظم مديس أم وينين تيسة وحاكمة إلهي إناد وينيسو إناد احترامته قفك داء داء صاحبه أو إحرد له معلنك وين أتكور قبتا وحالقي أبا إحرد إني كسو صارتي حلق أدو كفكرة محو بروكو سمين دونا
idinka hada waa soo kacdaan waa soo dhaqaaqdaan waad imaataan waa laakin waa idin maamula Soomaa qofka idin maamul computer miya qofka nidaamka idin tijinay computer miya qofka galaaska idin soo galay oo macallimiin idin soo qabanay oo fikrida soo dejiye oo meesha idin sameeyay oo masjid idin dhisa idin ka warqabo culimo idin keenay oo xaalkeena ka warqabo computer miya maxay u baahan tahay marka inuu fikiro Soomaa inuu fadhiisto waqti uu geliyo uu fikiro xaalad uu galo wax badan ay ka hor imaadaan danihiisa badan uu gaf Soomaa hadii qofki aan la ixtiraamin ka waran maxay noqonaysaa qofki hadaan la ixtiraamin wixiis ma ku anfacayaan maya wuu ku xawaarayaa Soomaa adiga hadda ma arday wax aad bartay aad ka fikirtay haduu ku caay ka waran haduu xumaanka ashay ka waran haduu ku ixtiraamay ka waran maxaad leedahay qalbigaad ka xawaartay qalbigaad ka gubanaysaa macallinka hadduu mar qalbiga ka gubtayna cilmigiisu waxba kuu ma taray xitaa haddii lagugu shoo sidii miimir oo kale waa ma sax way dileed maayo qof baa dileed gareynaa madaxa iska dileed gareynaa hadhow marka macallinkiin ixtiraamkiisa waxaa ka mid ah ilaahay subxaana wa tacaala aad ku raali gareynaysaa marka intaad haysataa noloshaan intaysan geeri idinku imaan ka faa'iideysta oo waalidkiin ixtiraama ilaahay ixtiraama waalidkiin ixtiraama macallimiintiin ixtiraama nabiga calayhi salaatu wasalaam madda saddexaad ama afaraad wuxuu leeyahay ka faa'iideysta caafimaadkiina intuu idinku imaanin xanuun caafimaadka ka faa'iideysa intuusan kugu imaanin xanuun qofka maanta madax bis hadduu xanuuno ma fahmi karo caafimaadka qiimaha uu leeyahay ilaa madaxaas markuu xanuuno mooye Sooma hadda inteena waxaa laga yaabaa badankeena inaan caafimaad wada qabno walilahi alxamdu madax uusan na xanuunin xitaa laakiin madax yar hadduu ku xanuuno ka war dhakhtar raadi daawo raadi xoogaa madax degso ama hurud ama kaniin intaas cun waxba lagama dhaadhicin karo wax ma lagu sheegi karo laakiin intaad caafimaadka qabtid wax walbaad qabsan kartaa maalim isweydiisay caafimaadkan maalin walba aan haysto hortaya isiyay caafimaadkan maalin walba aan haysto xaguu ku dambeyn doonaa caafimaadkan la soo toosaayo muxuu noqon doonaa isbitaalada haddaad tagtid maxaa ku jiro qof dhigala qof indhala qof gacan la qof lug la qof xaalad kale haysato wuxuu u bixinayaa caafimaadkiisa yar anaga aan maanta haysano adduunyada dhan inuu dhiibo oo la siiyo qofka markuu dhakhtar aado haddii la yiraahdo isha maarta lagu soo celinayaa konton milyina laga rabaa soo ma keenay hadduu gacanta uu ku haysan wuu dhiibayaa isha in loo soo celiyo bis ishaan xanuunayso labadan indhood qiimaha ay leeyihiin maalin ma fikirtay ilaahay wuxuu leeyahay qur-aankiisa muxuu ku sheegay suuratu halata insaanka ilaahay inuu u sameeyay laba indhood laba indhood inuu u sameeyay labadaas indhoodna barwaaqayeen wax lagu doorsay aysan jirin isha hadday ku xanuunto waxba ma arkayso hadday kaa boqdo waxba ma arkayso caafimaadka ka mid tahay adiga is akhri is mahali jiris waxaad isaartaa iskaan isaar marka caafimaadka ilaahay ku siiyay waa inaad ka faa'iideysataa intaadan xanuunsanin xanuun intuusan kugu imaanin waayo xanuunku wax badan buu baabi'iyaa wax badan buu tirtiraa waqtigaad ugu dayaca haddaad xanuunsan tahay waqtigaad ma ka faa'iideysan kartid haddaad xanuunsan tahay wax ma akhrin kartid haddaad xanuunsan tahay sifaan uma cibaadaysan kartid haddaad xanuunsan tahay sifaan uma fikiri kartid laakiin markaad caafimaad aad qabto xanuun uusan ku hayn wax walbaad qabsan kartaa adigaa lagu baahan yahay laakiin haddaad xanuunsato adigaa wax u baahan maanta adigaa socdo haddaad beri xanuunsato waliyaadu billaahi ilaahay kuma keenay xanuun waxay noqonay in lagaa barqabo Sooma waxaan isiiya musqusha igeeya saxarada iga dhaqa kan ii sameeya waxaan ii qabta kan ii yeela haddaa dadkan ay ku dhibsadaan in lagu yiraahdo ninkan xanuun uu ku jiro maxay tahay Soomaali maxay tiraahdaa saddex waa la isku nacaa waxaa ka mid ah
بكام بدن قف حنون بدن سوما قف بني آدم حدو حنون صدوالا نعا حوغا والا كريح سدا والا رب سدا لكن مركو عافماد وقبا قفل با وباحا سوما مدير كينا إلهي عمرك سحب بركي عافماد حسية انتو عافماد وقبا أنا قد أنا وباحا سوما أنا قد أنا وباحا أنا وحنا بارو نو تشوغو نو فكيرو أنك فائديسنو علمك أوحا أنك قادنو وقتكيس أنك فائديسنو أنا قد أنا وباحا لكن بري حدو حنون صدا أسيقا أنا قد نوباحا لكن ديفتا أنيقا أنك هلينا أنيقا نووي بضن تحاي لكن أسيقا ديفتا أنك هلينا وحالقيا وحالقف لبقف سدحقف إني صواب بوقت وإماتة وحق وقبته كن إشان بقولو أرضي ما أنت كفا إذي سنيسو إلهي مكة سيهدو بري إسبتال قالو ما دعي كرتا أنت أنا دانينا وحق وقبن ما دعي كرتا سوا حالقيا وطورقف إني أتغان هدي وقبت التوانقف إني صواب بوقتان صو سلامان marka caafimaad intaad qabto dadka dhana ku baahan waa laga faa'iideysanaya adiga marka intii laga faa'iideysan lahay oo shumac aad noqon lahayd kaligis gubanay adiga horta ka faa'iideeyso ma mugdu markay la galo nalku uu tago maxaa la shitaa shumac shumac soo ma taqaanaan baxalka yar dabka lagu qabto baxalkaas wuu iftiimaa waa laga faa'iideystaa laakiin asiga isgubso ma asiga mar walba iftiig uu bixinayo waa mar walba asiga uu dhamaanayo soomaa asiga uu dhamaanayo dadka wax u faa'iideena laakiin asiga ma faa'iideysta ma asiga isgubay adiga shumac noqonin marka waxaad noqotaa qof asiga is anfaco dadkana anfaco noqo laakiin adiga hadda shumac noqoto aad sii gubata sii baabaadid waa laga sii soconaya hadhow marka u faa'iideyso inta hadda caafimaad aad qabtid حنوم مركو كوي ما ضحى تكفى إذا سنكرتو حد فائدة سو أختي ملقيت وأنت شو جنا عادي مركا وضحى تكفى إذا ستان عافماتك إلهي إتاو عافماتك إلهي إذا سيء كفى إذا ست وايو وضحى إذا سوء إذا مسؤولية فرب بدن لا صعد مدة سكو حساب تما مسؤولية فرب بدن aya idin sugeeyso waayo waxa ku sugaa qofka ugu horeey ku sugaayo waa waalidkaaga qofka ugu horeey la doonaayo mirahaada inuu gurto oo wixii soo bixiyay dadaalkii inuu gurto la doonaayo waa waalidkaaga wey waalidka goormo faa'iido u heli kara waa marka adiga aad faa'iideysato caafimaadka hadda ka faa'iideyso hadhu waalidka markuu xanuunsado si waxaad ugu qabatid لكن قف أسيق واحد سكو قبنا واي قر ما تدكو قبنا قف أسيق يبحث سومالو حيتي هذا لبا قابن اسم قادو ما مقل جرتين ما مقل شيء ولين لبا قابن اسم قادو تصالير أيدين سي تصالير أيدين سي حد قف با هو وجاجي سنيه كسوقات انتو وباهني هاي تصار وير جاجا هايسو qof kala u imaaday asagana gaajahayso laba qof gaajahaysa wada kulmeen waxba isku daraayaan kan uu gaajaysan yahay kan kalena uu gaajaysan yahay hadii waxba isma anfacayaan midba waxba aan baran waa jaahil midka kalena waa jaahil waxba ma baranin haday dhahan ka waran kaala aniga wax isbarayne maxay isbarayaan waxba marka laba qaawan isma qaad waxa waay laba ayaga waxba is dhaamin maxay isu faa'iideeyaan laakiin qof wax bartay iyo qof jaahil ah soo imaadan gabar faa'iido ka dhalanays qof gaajahayso iyo qof dhirgan ilaahay xoolo si hada soo imaadan faa'iido ka dhalanayso oo qof baa wax loo faa'iideeyaa sooma adiga hadii suuratul faatiha aadan aqoonin walaalka suuratul faatiha uu yaqaanana waad ka faa'iideysanaysaa adiga hadda qul huwa la taqaano asagani naatayna uu yaqaano asigana wuxuu ku barayaa suuradda uu yaqaan adigana maxaad baraysaa suuradda aad taqaano xisaaba asiga aasan aqoonin uu fahmi waay inuu sameeyo adigana midba aad fahmi weysay tiisa ha kugu celiyo adigana taad ugu celi soo isma faa'iideen soomaan xisaabta waa taqaana macalinka markuu bixiyo laga yaabo inaad maqdeen masquul aad jirtay ardaya fadhiyay uu faa'iideystay adigina marbaa joogtay asigaa maqnaa
هذا سورة قلما عن معلن كنا هذا نكلم معلن حساب تاني مسقول عن شريك كويل سورة قلما ما هي لكن صاحبك كود وحلا هذا هاي نيو حساب تاني يقو عيلي ماشان وانفهم ويقو عيلي أستكن محو كلية هاي أنا جانا تاني يقو عيلي وات فإذا ستين لابدين وات إس أنفع ذين أستكن لكن إنه كو أنفع ما هكوريسي إنه نفتي إس أنفع جلاس وصاح حاضر معلن كود لجستو وحفظيه وفهم سامح هذا الفرق بدن أيوم وشيء مركز هذا وكوفة إيدي هدي لك هذا مسقش وكل هذا لا كبر هدو سنت لجنسي لهن كبر هدو جنبنا لها كبر مركز هذا مركز دوح أنفعه نفط هذا آد أنفعه أي هدو دتك كلا أنفع إيسا وارد كذا وجوه ريو مركز كده ذا إن نفطين أنفعان وقت ينكفى إيدي ستان أنتو سنجير إذن كو إيمانين إله سبحانه وتعالى خير كان وافجير دمانتينا إله سبحانه وتعالى علمي أنها نوفر وحبرشة الله نوفر كوكا فايد الله نقدقو داتك نود دادالا أو وقت نقلنا أو وارد كان أقوه ريو أما إلهي بأقوه ري فرصدها النسي قيمه بضا نأبو ري وارد كان أقوحيقو معلي كان أقوحيقو أسيقل ووارد كليه إله سبحانه وتعالى حفظيو والدين تينا معلمين تينا داتك مامولك هاين إله حفظيو داتك أهرين كان إله حفظيو إلهي حولها أبركيه إلهي كأوال مريو وايو إلهي أمبا كأوال مرين كرقفك بين آدن كأ وناك دو كوسميه مال قاجة يكون هي سهدو قفك وكوسيه قاجة دو كاساره أم علم وكبره وعاد أباهنين إلهي بو أوال قذكره إلهي أمبا أوال قذكره وايو حالقي يابا باهيد ما أنت عاد أقبته بري إنو سن أقبن سدو وحكو أقبتي إنا دو حبو أقبن كريم adoo gaajahayso qofkii un yar ku siiyay asigoo qofkaas dhirgin hadaad martiqaad u sameeyso teeba darnet taada soma lana adoo gaajaa ku hayso laakiin asigu dhirgin yahay martiqaad uu sharaf wa maamus wa karamo laakiin gaajada ku haysay maalinka uu ku siiyay ayaa ka qiimo badan soma walidalika sheega haweenada hayraado markii ugu horeeyay baahad uu qabtay lagu siiyay ayaa ka qiimo badan inaad university aad gaarto jaamacad ilm aad ka barato waxa ka qiimo badan boodhiga aad ku jirtaan barimar aad akhrisneysaan ama secondary ama hata nursery aad ka qiimo badan jaamacada magaar leh haddii nursery soomaar leen sooma dadka jaamacad oo ka soo baxay way qiimeeyaan waa lagu ixtiraamaa macallinka jaamacad waa la qadariyaa waa la qiimeeyaa ki secondary waxa loo maleeyaa inuu dadka dhibi jiray imtixaan jiray maamulka soo adka naxariis u soo leheen لكن معلنك سكندريغا اما بريمريغا اما ناسريغا ايا كقيمة بضان كان جامعة ده كان جامعة ده حقو اركي اذيقو درقن دميسر اباحان اذيقو الوسو قوذيي او فاكيهيس اباحان سوما اذيقو قاجوكو هايسو هدو قف موسكو سيكوارا شاه هدو قودال بكوارا شاه غان وحاكوهري قفكو انضي اسوسي سوما مركا بريمري سكندري وحولم دي هاي انو جيركاغو اباحان لغو سيي marka mar walba waxaan leeyahay macallinkeena ixtiraamo haduu macallinkeena dabeecad say xun tahay haduu macallinkeena xogo idin ku dhiijiyo xogo idin dhibo xogo idin garaaco waxaad u qaadataa niyad wanaagisa mar walba wuxuu rabaa inaad qof wanaagsan aad noqoto xitaa adigoo gardaran hadii lagu garaaco xitaa khald uu umale inaad khald gashay wuxuu is leeyahay garaatanka muhiimada ma ahan wuxuu is leeyahay ha isaxo sooma نيد وناقص قاتة مروا باحترامه الله إذن بركيه رأى النقض إذن كل إيريا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.